ضموا إلينا من هناك تحديدا من بيروت رئيس منتدى الاعتدال والوسطية السيد رحيم أبو رغيف. سيد رحيم أهلا بك معنا، أتمنى أن تسمعني بصورة واضحة الآن. أسألك في البدء على موقفك أو كيف تعلق على بيان المرجعية موقفها من أداء حكومة عادل عبد المهدي تحديدا في هذا التوقيت؟ شكرا لكم ولقناتكم. بكل تأكيد احنا فيما يتعلق بموقف المرجعية، للمرجعية اكثر من موقف كما تعلمون من هذه الناحية، فيما يتعلق بالجانب السياسي، يعني في جانب أداء الحكومات وعادل عبد المهدي على وجه التحديد والدقة. يعني لم يكن التصريح بنحو او بآخر واضح ومحدد، سوى أن هناك إعلان واضح أن المرجعية لا شأن لها وليست معنية بوجود رئيس الوزراء من عدمه. أكو كتلتين اتفقت مع بعضها البعض هي التي اختارت رئيس الوزراء، هذا ما صدر عن السيد الخفاف الذي يعد ممثل سماحة آية الله السيد السيستاني في بيروت. ولذلك الذي صدر من جناب الأستاذ الخفاف واضح ومحدد، يقول احنا المرجع الأعلى لا شأن له بهذا الموضوع، ليست المرجعية من اختارت عادل عبد المهدي أو دعمه، إنما بعدما وقع الاختيار من قبل الكتلتين الكبيرتين المرجعية لم تعترض على اختيارهما. ولا يخفى على جنابكم أن عملية اختيار رئيس الوزراء كان فيها خلق دستور واضح كما تعلمون من هذه الناحية. نعم سيد رحيم، ولكن بيان المرجعية الآن يعني وإعلانها بأنه عبد المهدي لم يكن مرشحها ولم تعترض، بيان هذا الموقف في هذا التوقيت، وأيضا قالت بأنه حكومة عبد المهدي يعني هي تحت أنظار المرجعية وعلى السياسيين تقويم أدائهم أو بعض السياسيين تقويم أدائهم، ألا يدلل ذلك على أن المرجعية مستاءة من أداء الحكومة الحالية؟ لا، بكل تأكيد واضح أن الاستياء والتذمر واضح في إيقاع الخطاب الذي صدر من المرجعية من هذه الناحية. وإلا بمجرد أن تعلن المرجعية، إذا جاز التعبير، براءتها، أو تعلن المرجعية بنحو أو بآخر أنه لا شأن لها بهذه الحكومة وبغيرها، هذا بحد ذاته تعبير عن الاستياء من أداء الحكومة. بكل تأكيد مضى على الحكومة أكثر من أو مضى على الحكومة ما يقرب من السنة، فمن الطبيعة والحال هذه أن هناك من يراقب أداء الحكومة وإنجاز الحكومة. هذه الإنجازات والمراقبة توضع في ميزان الإنجاز، فنظرت المرجعية إلى هذه الخطوات ولم يعد مقبولا عند المرجعية هذا الأداء بتقديري. ربما هذا الذي عد من هذه الناحية، طبعا نبض الشارع، طبعا الشارع العراقي أيضا يشير إلى هذا المعنى، أكو استياء وأكو تذمر. فبكل تأكيد يعني المرجعية تصريحها واضح جدا ولا يحتاج إلى توضيح. أتيت على ذكر الشارع وأن نأت بنفسها بنحو، نعم، ولكن واضح. يعني عندما نأت المرجعية عن نفسها يعني الآن على ما يبدو قالت بأن المرجعية تدعم الحراك الشعبي في إصلاح الذي ينادي بإصلاح الفساد، ولكن تنتقد الإجراءات الحكومية بمعالجة الفساد، لا يوجد أي حلول واقعية على أرض الواقع. هل تعتقد بأن السياسيين أو الجهات المختصة أو من يهمه الأمر سيكون لديهم أذان صاغية إذا ما قالت المرجعية بأنه يجب عليكم إنهاء ملفات الفساد؟ لا، هي لا، يعني المرجعية من فكت تصرح وتخاطب وتناشد، المناشدات بحد ذاتها لم تترك تأثيرا على السياسيين بنحو، لم يعبأوا بهذا الموضوع، ولذلك لم يحصل شيء، لم يطرأ شيء على أداء الحكومة وفي المشهد السياسي منذ 2003 لحد الآن. هذا يعني ماذا؟ يعني أن المشهد السياسي والطبقة السياسية والنخبة السياسية إذا ما وجدت أن هناك مصلحة في ميلها إلى المرجعية تميل إلى المرجعية على نحو التصريح وعلى نحو الميل لها بنحو، يعني تعبر عن هذا الميل بنحو أو بآخر، في حين حينما تطالب المرجعية وتناشد المرجعية بضرورة إنهاء الفساد وإنهاء هذه المعاناة التي يعيشها العراقيين، لم يلتفت المسؤولون إلى هذه القضية بنحو أو بآخر ويحاولوا تحسين هذا الأداء والتخفيف من هذه المعاناة. أنا بتقديري موضوع زج المرجعية في المشهد السياسي يحاول كثير بعض أو يحاول البعض الكثير، مو الكثير وليس البعض، أن يتمترس بوجود المرجعية بنحو أو بآخر. حينما يتعلق الأمر بوجوده
يأتي ويتمترس بالمرجعية ويجعل من المرجعية درع لبقائه واستمراره وحضوره. لذلك أنا بتقديري أتمنى على المؤسسة الدينية والمرجعية بنحو خاص أن تسمي الأشياء بمسمياتها، لأنها تخاطب شارع، والشارع مو كل نخب حتى يفقه لغة المرجعية وخطاب المرجع. لا بد من تسمية الأشياء بمسمياتها دون الحاجة إلى عبارات عائمة ومهلهلة لا يمكن فهمها. لكن الآن بدأت تدنو من لغة أكثر وضوح وأكثر تشخيص، وبدأت تعبر عن مواقفها بنحو واضح، خاصة أنها أتت على ذكر حصر السلاح بيد الدولة السياسية. وشددت على تنفيذ الأمر الديواني القاضي بهيكلة قوات الحشد الشعبي، على أمل أن يلقى هذا الموضوع أذانا صاغية من قبل الجهات المختصة ومن قبل هيئة الحشد الشعبي. هذه ليست المرة الأولى. أكيد نعم، هذه ليست المرة الأولى التي تحث بها المرجعية على سلطة الدولة وهيبة الدولة وحصر السلاح بالدولة. لكن تفضلت بسؤال مهم، مدى التزام النخبة السياسية بما يصدر عن المرجعية؟ أنا بتقديري أشوف الالتزام من هذه الناحية متواضع ومتسامح وبسيط جدا، ولم نلحظ له أثر. شكرا. لأن المرجعية تصرح منذ اليوم الأول ولم يعبأ به أحد. واضح جدا، ممتنة على حضورك. نعم. معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، رئيس منتدى الاعتدال والوسطية السيد رحيم أبو رغيف.